نبدا اليوم نحكي لحد الان حكينا غطينا الريكتيفايرز اللي هي اي سي تو دي سي كونفرترز، غطينا الانفرترز اللي هي دي سي تو اي سي كونفرترز، حكينا عن السنجل فيز والثري فيز. اليوم راح ناخذ نوع ثالث من الكونفرترز اللي هو دي سي تو دي سي. دي سي تو دي سي مهم في البي بي، في البي بي سيستم، لانه في كثير من الاحيان بنستخدم دي سي تو دي سي كونفرتر عشان يغير مستوى الدي سي فولتج اللي طالع من البانلز. فلو بدنا نرسم الشكل العام as a block diagram، طبعا هون انا حاطط ال V capital. ليش؟ انا عم بحكي عن average DC، average voltage DC، ما بحكي عن instantaneous value. هون عندي، فعندي هون انا هون طبعا بتامل يكون عندي بيور دي سي ويطلع هون بيور دي سي. اذا بتتذكروا نراجع نذكر نفسنا في الريكتيفايرز شو كان يطلع عندي الاوتبوت؟ كومبايند صحيح، وهي كانت احد الديس ادفانتجز. مزبوط، كان يطلع معي زي هيك مثلا بالهاف ويف ريكتيفاير، يطلع معي زي هيك والفل ويف ريكتيفاير يطلع معي مثلا زي هيك بالسكس بلس ريكتيفاير. المشاكل هذول انه هذول فيهم كومبايند اي سي ودي سي، والدي سي هذا فيه ريبل. وهذا ديس ادفانتج، هذا فيه ريكتيفايرز. اذا الدي سي تو دي سي كونفرتر رح نحكي عنهم هون، الباك كونفرتر، بوست كونفرتر، باك بوست كونفرتر، رح يعطوني دي سي الريبل فيه اقل بكثير من الريبل اللي موجود هون. فالافرج اقرب كثير للافرج، وكميه الريبل قليله جدا اللي موجوده. فعندنا دي سي تو دي سي كونفرتر ممكن يكون باك كونفرتر، هاي الحاله بيكون في اوت اقل من في ان. بوست، كلمه بوست معناها يرفع او يقوي، مقوي. بوست كونفرتر في اوت بيكون اكبر من في ان. طب بصير يكون في اوت اكبر من في ان؟ ممكن. ايش اللي بصيرش يكون الاوتبوت اكبر من الانبوت بدون اي مصدر ثاني للطاقه؟ الباور نفس الباور. بصيرش يجيني باور فروم نو وير. لكن ممكن انا ارفع الفولتج على حساب ايش بكون؟ اذا الانبوت باور بيساوي الاوتبوت باور الكرنت. فطبعا هون ضمنيا احنا بنقول انه في اوت اكبر من في ان، اي اوت اقل من اي ان. نفس الشيء هون ضمنيا عم نقول انه اي اوت اكبر من اي ان. تمام، واضحه هاي النقطه؟ بنحكي احنا الباور نفسها، اذا فرضنا انه هذا لوسلس، ما فيش فيه لوسز وفيش فيه خساره، اذا انا نزلت الفولتج بزيد الكرنت، وإذا أنا رفعت الفولتج بنزل الكرنت، بصير إني أرفع الفولتج، ما عمالي بخترع شيء فروم نثينج. الفولتج ما في شيء اسمه مبدأ حفظ الفولتج، أوكي؟ لكن في مبدأ اسمه مبدأ حفظ الطاقة، تمام؟ أو الطاقة أو القدرة إذا كان ما فيش عندي مصدر ثاني. إذا عندي باك كونفرتر، بوست كونفرتر، ممكن حسب ما أنا بطلب ممكن يكون V out أكبر من V in أو V out أقل من V both، وبعتمد على إشي راح نسميه اسمه duty cycle. حسب ما أنا بتحكم بالduty cycle، فهدول هون لازم نتذكر إنه أنا بتحكم بهذا الديفايس. وبتحكم بإشي اسمه عندي الانبوت فولتج. انا هون في عندي زي كنترول تيرمينال، الكنترول تيرمينال بتحكم بالعلاقه ما بين الفي انبوت والفي اوت. اذا كاني بنيت باك كونفرتر ما بقدر الا انه يكون الاوتبوت اقل، الاوتبوت اقل من الانبوت. ممكن هون نضيف هيك،
سيستم واضح؟ يعني ممكن يتساوي الانبوت والاوتبوت بس بشكل عام حيكون واحد اكبر من الثاني. لو رح ندرس اليوم ناخذ مثال عليه بالتفصيل هو البوست كونفرتر، رح ناخذ مثال على البوست كونفرتر. الكومبوننت الاساسي، احد الكومبوننتس الاساسيه الاندكتر كومبوننت اساسي في البوست كونفرتر، لانه الاندكتر ممكن يعمل على تخزين الطاقه الكهربائيه او الماجنتيك. الحالة الطبيعية الاندكتر بفكر فيه كأنه لود، فالكرنت بدخل من البوزيتيف تيرمينال للنيجاتيف تيرمينال والفولتج بوزيتيف تيرمينال للنيجاتيف تيرمينال. فبالحالة العادية بفكر في هذا على انه لود وانه عماله بخزن الطاقة الكهربائية. على اي شكل الاندكتر بخزن الطاقة الكهربائية؟ ماجنتيك. اذا هو ستورز يكون في عندي ماجنتيك فلوكس داخل هذا الاندكتر. اذا الكرنت لف في الكول بهذا الاتجاه مثلا يكون ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه. ماجنتيك فلوكس اللي موجود هون كانه هون خزننا الطاقه الماجنتيك انرجي في هذا الاندكتر. إذا I constant بال I square. إيش معنى هاي؟ الإنرجي المخزنة في هذا الإندكتر تعتمد على الكرنت اللي مار فيه، قيمة الكرنت اللي مار فيه. إذا كانه constant ودي سي ماشي في اتجاه، يكون في هذيك اللحظة قيمة الكرنت تربيع مضروبة في ال إيش ال؟ الإندكترز الإندكتنس وإيش وحدتها؟ هنري. ممتاز. لازم تساوي هاي دايمنشن اللي ايش لازم يكون هون عندي؟ وات اوفر وات اوفر سكند وات سكند كانها جول. ها جول وحدة ايش؟ طاقة. هنري وحدة الاندكتنس. امبير وحدة الكرنت، بس الكرنت تربيع. ف اتش اي سكوير تساوي جي، هذه الدايمنشن اللي صحيحة. فإذا كان الكرنت اللي بمر في الاندكتر زيرو، قديش كمية الانرجي المخزنة فيه؟ زيرو. اوكي؟ ما بتعتمد على الفولتج، بتعتمد على الكرنت اللي ماشي في هذا الاندكتر. تمام؟